بتتفرج على الكورة؟ بتفرج على الكورة يعني. يعني السؤال اللي جاي انا مش مستريح له بصراحة، عشان لساني مش جايبني معاك. تعالى تعالى انت لوحدك يعني. انا يعني بالظبط، بص قوله مش ياكل كده. السؤال اللي جاي، بص على دكتور عمرو على طول. انا ماليش في الكورة، ماليش. خليه الأسرة بتشجع الأسرة بتشجع الأهلي يعني. الأسرة بتشجع الأهلي بس. فا يعني بس ده اللي انا اقدر اقوله بس كده. انا بس كده. ساره بتتفرج على كوره؟ هو انا الصراحه ماليش في الكوره قوي، بس انا بتفرج لما بيبقى منتخب مصر بيلعب. منتخب مصر. انا بحب اتفرج على لكن منتخب الاهلي وزمالك مصر. مش متابع؟ الصراحه لا، يعني بحس ان الناس اللي بتبقى متعصبه في الجمهور، يعني اللي هو جماعه ده الفريقين مصر، يعني انتوا ليه بتعملوا المشاكل دي كلها؟ فانا بحب اتفرج على المنتخب بتاع بلدي يعني. محمد؟ لا نفس الكلام برضو من المنتخب، بس انا اخواتي الاثنين احمد ومحمود اكبر واصغر، هم برضو ابطال عالم في السلاح، بس هم بقى ممكن يسموا لك الدوري المصري لعيب لعيب. شجعوا مين؟ الاثنين الاهلي. الاثنين الاهلي. الاثنين الاهلي وبريمير ليج بقى وفانتزي، وبص عايشين دايسين جامد قوي. والوالد كوره ولا لا؟ لا من بعيد لبعيد برضو. بس ممكن اقول لك برضو نفس الكلام، العيله يعني اهلاويه ما عدا ماما زمالك. العيله اهلاويه والوالده زملكاويه. وانت يعني عارف طبعا ان اهم حاجه رضا الام. ايوه ده. ماتش الاهلي والزمالك ايه الدنيا ايه؟ لا ما بيبقى فاهم، رايح جاي بقى كده. رايح جاي ما بين الاب والام. في مين اللي بيتفرج في البيت ومين اللي بيتفرج بره؟ طب الدكتوره اهلاويه ولا زملكاويه؟ دكتورة لا يعني أهلاوية. أهلاوية كده عرفت أنا الإجابة بتاعت سؤالي. شفت أنت عايز بتجررني أنا إيه؟ أنا كده عرفت.